هي أثمن حاجة بتهدى، حتى وإن كانت مهما صغرت فهي تبقى حاجة ثمينة والناس بتقبل عليها، بالإضافة لوقت المناسبات والأعياد والزواجات فبتكون المبيعات بتكون أعلى. نعم. بالنسبة للذهب السعودي الدكاتيري كيف وضعه بين الذهب العالمي، يعني كيف يعني نسبته أو نخلي نقول برسنتيج تعتبر درجة بين الذهب في الدول العالمية؟ يمكن الذهب السعودي يعني في مرتبة، ما يعني لو نقول المرتبة الأولى عالميا هو والذهب البحريني والذهب ف يعني مطلوب، رغم انه في اماكن ثانيه في العالم عندهم الذهب وبيصنعوا، لكن لما بنسافر بنشوف باللحظه هذا الشيء برا، انه يعني لما بتسافر بيرغبوا الذهب السعودي، لما تيجي تبيع او يعني احتاج انك لمال زياده معك نقص عليك تبغى تبيع قطعه من الذهب السعودي فبيجي مرغوب بيطلبوه. نعم. بيستقبلوه بسرعه، يعني رغم انه بالعيار احنا اعلى عيار عندنا بيصنع 21، في بيصنع 22، في بيصنع 24، لكن الذهب السعودي مطلوب لجودته. نعم. جودته جدا عاليه اكثر من اي ذهب ثاني. اكيد الاسعار تختلف حسب السوق، طبعا حسب السوق العالمي وحسب الارتفاع والاحداث العالميه بتاثر كما بزياده فيها. نعم. في موضوع الذهب كم متوسط سعر كم تقريبا حاليا؟ نقول الفترة هذه يعني في ارتفاع، يعني يمكن تأثير السوق في أحداث صايرة في أمريكا وكذا، فصار في شوية اختلاف، ارتفع بزيادة الذهب الفترة دي، يعني متوسط نقول ال 21 تقريبا 255 وصل سعره، فمرتفع الذهب الفترة دي. ما شاء الله يوفقكم الله. الله يوفقكم إن شاء الله. يا رب الله يوفقكم. ترى الحوار مفتوح يا أختي منى، وهذا ما شاء الله يعني فعلا يونيك.